ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من فترة بخبر تبني المتصححة جنسياً جوال بدر لطفلة حديثة الولادة من بعد ما فشل حملة بطفلة الأول. كنت حامل، عملت تلقيح، ما قدرت كمل الحمل تبعولي لإلي، راح البيبي. الدكتور تبعولي قال لي أنه ما بتزبط بقى خلاص، نحن مضطرين أن نشيل الرحم اللي عندك، وعملت العملية. وأنا يعني بحب أتبنى لك، عم تبكي على فكرة. هالموضوع عمل أخذ ورد كتير وترافق مع موجة من الانتقادات والتشكيك. العالم ما بترحم الصراحة، بلشوا يقولوا لا ما كانت حامل، طب بطني كيف كبرت يعني ما بعرف، والدكتور تبعولي يعني شو بالوهم، لا كنت حامل. ولما راح البيبي كتير زعلت الصراحة. شو بتقول جوال اليوم عن اللي عيشته؟ وهل فعلا صارت أم؟ وكيف عم تهتم بطفلتها؟ وكيف رح ترد على كل الانتقادات يلي طالتها؟ شو